السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قول المصنف: باب ما يمحق الكذب من البركة. وتكلمنا في الدرس السابق عن كبيرة من كبائر اللسان وهي المدح، وذكرنا لكم أن المدح يكون كبيرة إذا مدح الإنسان نفسه أو غيره بما ليس فيه أو ليس في غيره، إرادة للتقرب إلى الغير أو لإظهار نفسه بمظهر ليس هو في الحقيقة عليه، هذا من كبائر الذنوب. ويكون أيضا من كبائر الذنوب إذا كان المدح ديدن الإنسان، إذا كان المدح ديدن الإنسان، فيكون الإنسان مداحا، إما أن يكون مداحا لنفسه أو مداحا لغيره، فيكثر من ذلك حتى وإن كان ابتداء المدح بما فيه أو في غيره، أي إن كان ابتداء صادقا، فكذلك إن أكثر من المدح وكان ديدنه فإن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك تجد الشعار لا يلبثون ابتداء فيمدحون بما يكون في الشخص إلا وينتهون بأن يمدحون الآخرين بأن يمدحوا الآخرين بما ليس فيهم، ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإذا خلا المدح مما سبق ذكره فإنه يكون مدحا جائزا، كأن يمدح الإنسان نفسه أو غيره بما فيه مدحا يسيرا قليلا على سبيل الاستثناء لا على سبيل الدوام، فإن ذلك جائز ولا بأس به، خاصة إن كان لمصلحة، كأن يمدح الأب ابنه أمام بقية الأبناء بفعل خير فعله، كأن يقول: فلان من أبنائي يحسن الصلاة أو يداوم عليها، وفلان من أبنائي يجيد الدراسة أو هو معتن بها، ونحو ذلك من المدح الذي يستجدي به الإنسان مصلحة معينة، فإن ذلك جائز ولا بأس به. لكن إن خرج المدح عن هذا الأمر فصار مدحا بالكذب أو صار ديدن الإنسان فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب كما بينا. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان كبيرة من كبائر الكذب أو نتيجة عفوا ينتقل إلى بيان نتيجة من نتائج أو آثار هذه الكبيرة التي سبق الكلام عنها وهي الكذب، فيقول: باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت هذه العبارة في أي كتاب أو سمعتها فاعلم أن المقصود أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع هو ما كان من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما كان من قول الصحابة رضي الله عنهم، والحديث المقطوع هو ما كان من قول من بعدهم من التابعين ومن بعدهم كذلك، وهو غير الحديث المنقطع. الحديث المقطوع هو ما كان من قول التابعين فمن بعدهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان أي البائع
والمشتري، أي البائع والمشتري. والبيع والشراء أيها الإخوة من ألفاظ الأضداد، فيقال للبائع مشتر ويقال للمشتري بائعا، لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، فإن الأمر قديما لم تكن المبادلة بمال على سبيل الدوام، بمعنى أنه قد يأتي إنسان معه سلعة وآخر معه سلعة أخرى، وليس كلا السلعتين نقدا، هذه سلعة وهذه سلعة، فيبيع هذا هذه السلعة بتلك السلعة، فيقال لهذا بائع وهذا مشتر وهذا مشتر وهذا بائع. فهذه الألفاظ من ألفاظ الأضداد. وعند التغليب يقال البيعان، كما يقال الوالدان، وكما يقال القمران الشمس والقمر، كما يقال العشاءان المغرب والعشاء. فعند التغليب يذكر أحد الوصفين فيغلب به على الآخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان، أي البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا، أي لهما خيار المجلس. فإذا باعك أحد في هذا المجلس سلعة واشتريتها منه، فأنتما بالخيار ما دمتما في هذا المجلس، بخيار فسخ البيع، فإذا هو تراجع عن بيعه أو أنت تراجعت عن شرائك فذلك لك، لكن إذا تفرقتما فإن البيع قد ثبت، وهذا ما يسمى بخيار المجلس. وهناك أقسام أخرى للخيار، كخيار الغبن وخيار العيب وغير ذلك من أنواع الخيار، وهذا هو خيار المجلس، لك أن تتراجع عن هذا البيع وعن هذا الشراء ما دمت في ذلك المجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نتيجة الصدق ونتيجة الكذب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن صدقا البائع من جانب السوم، والمشتري من جانب الوفاء، وكلاهما يصدقان فيما يتبع ذلك من صدقهما في وصف السلعة، من صدقهما في وصف المال، من صدقهما في وقت الوفاء وما يتبع ذلك. وهذا في البيعان. وقوله صلى الله عليه وسلم بينا، أي بينا جميع ذلك من العيوب من الوقت وغير ذلك. فإذا صدق الإنسان سواء كان بائعا أو مشتريا، وإذا بينا سواء كان المبين البائع أو المبين المشتري، بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما. والبركة كثرة الخير ودوامه، وكون الله جل وعلا ينزل على مالك البركة فيكثره إن كان قليلا، ويذهب عنه المحق والذهاب في أيسر الأمور وقد لا تتوقعها، فإن ذلك من عظيم ما يتمناه الإنسان. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل هذا الأمر فليصدق، ليس الأمر فقط في البيع والشراء المباشر، حتى في الأمور الأخرى. واليوم المعاملات المالية والتجارية بين الناس كثيرة جدا، من ضمنها السمسرة والدلالة، ومن ضمنها المعاملات الإلكترونية، البيع والشراء عبر التطبيقات ونحو ذلك. ومن غريب ما تجده يعني في المواقع الإلكترونية أن تجد البيع والشراء على سلعة توصف وصفا معينا، ثم تشتريها فيظهر لك أنها على وصف آخر، أو تصور تلك السلعة من زاوية معينة تبين أن هذه السلعة كبيرة أو جيدة أو حسنة، ثم حينما تستلم تلك السلعة تجدها أقل من ذلك. هذا كله يدخل في هذا الحديث، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، لكن إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. وهذا الأمر كما ذكرنا أيها الإخوة مثال، فالصدق عواقبه حميدة في الدارين وبركته معهودة، وأما الكذب فشؤمه حاضر ويذهب بخير الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا كبيرة من كبائر اللسان، وهو لا يزال في ذكر كبائر الكذب، قال باب من تحلم ولم ير شيئا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم
أي من قال أنني رأيت في المنام كذا وكذا وهو في الحقيقة لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أي المقصود يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وأنتم كما تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يعقد بين شعيرتين أو بين شعرتين لا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا أمر عسير. فنكاية بهذا الشخص الذي كذب في هذا الأمر فإنه يقال له يوم القيامة اعقد بين شعيرتين ولن يفعل لعسر ذلك الأمر. هذا الأمر كبير من كبائر الذنوب. لماذا اشتد الوعيد في الكذب بالمنام مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه؟ بل قد يكون الكذب في المنام لا مفسدة منه، قد يكون لا مفسدة حاضرة منه، لكن مع ذلك اشتد الوعيد فيه، لأن الكذب في المنام كذب على الله تبارك وتعالى، كذب على الله أنه أراه في منامه ما لم يره. وقد جاء عند البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. ولذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفرى الفرى، أي من أكذب الكذب، من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. أخرجه البخاري. الرؤيا كيف تأتي أيها الإخوة؟ الرؤيا كيف تأتي؟ أنتم تعلمون أن المنامات على ثلاثة أقسام: قسم هو من قبيل الأحلام الشيطانية وهو ما يسمى بأضغاث الأحلام، هذا يأتيك الشيطان فينفث فيك هذه المنامات فتراها، لكن غالبها تكون من قبيل المنامات المفزعة أو من المنامات التي توهم الإنسان أو توسوس له بأمر معين في حياته وهكذا، هذه منامات شيطانية. ومنامات هي من قبيل حديث النفس، هي ما يفكر فيه الإنسان في يومه وليلته، أو من قبيل الأمور التي هي موجودة عنده في ذاكرته قديمة أثناء الطفولة، أو أمور هو يحبها فرسخت في ذهنه فيراها في المنامات، هذه من قبيل حديث النفس، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث رؤيا من الله تبارك وتعالى، رؤيا من الله تبارك وتعالى، وهذه الرؤيا يرسلها الله تبارك وتعالى عن طريق الملك، فيبثها في نفسك فتراها في المنام، فتراها في المنام. وهذه الرؤيا يكون لها تأويل، إما أن تكون على ظاهرها وهذا القليل، وإما أن تكون على سبيل الشبه والنظير فتعبر بمثلها بشبهها بنظيرها إلى غير ذلك من أدوات التعبير التي تنطبق على هذه الرؤيا. ولذلك إذا جاء الإنسان وقال إني رأيت كذا وكذا وكذا فإنه يكذب على الله عز وجل بأنه أرسل إليه الملك فبث في نفسه هذه الرؤيا. ولذا كان كذب الإنسان في هذا الأمر كبيرا من كبائر الذنوب، بل فيه الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب ذكره ضمن هذه الأبواب، فقال: باب ذكر مرض القلب وموته. ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن المصنف ألف هذا الكتاب وقسمه إلى أربعة أقسام، ذكر مقدمة في الكبائر يسيرة، ثم ذكر أبواب كبائر القلب، ثم ذكر أبواب كبائر اللسان، ثم سيذكر أبواب كبائر الجوارح، ثم يذكر أبواب كبائر المظالم، هكذا قسمه المصنف. لكنه في ثنايا هذه الأبواب وفي طيات الكتاب يذكر أمور متفرقة، والله أعلم أن المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب مسودة ومات ولم يبيضه، فإن عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى قديما أنهم إذا أرادوا أن يؤلفوا كتابا كتبوه في البداية كمسودة، ثم إذا كتبوه كاملا عادوا فبيضوه
عادوا فبيضوه، يعني نقلوه من هذه المسودة أو المسودة إلى كتاب آخر فرتبوه ونسقوه ووضعوا كل شيء مكانه إلى غير ذلك من التعديلات التي يجرونها عليه. ثم يكون هذا التبييض هو المعتمد. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في هذا الكتاب، يبدو أنه كتبه ومات وهو لا يزال هذا الكتاب مسودة ولم يبيضه رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك أمور كثيرة، منها أن هذا الكتاب في إتقانه في ترتيبه وتسلسله وتبويبه ليس كإتقان المصنف في كتاب التوحيد، فإن كتاب التوحيد للإمام محمد الوهاب كان في غاية الإتقان والدقة والروعة، هذا الكتاب يقل عن ذلك. ومن ذلك أن الكتاب هنا فات المصنف تخريج كافة أحاديثه، فخرج بعضها وترك بعضها، ومنها أن المصنف كرر بعض الأبواب. وقد مر معنا في كبائر القلب أمر إن كان تنبهتم إليه أو لا، كرر بابا بعد باب. ومنها أن المصنف هنا يذكر في بعض الأبواب نتيجة للكبائر ولا يذكر في الحقيقة كبيرة معينة، وهذا أيضا مما يدل على أنه لم يبيضه رحمه الله تعالى. ومنها أيضا هو ما ذكرناه الآن أنه يذكر بابا يتعلق بكبائر القلب بعد أن دخل في أبواب كبائر اللسان، ولعله كان أراد رحمه الله تعالى عند تبييضه أن ينقل هذا الباب فيضعه في مكانه. والمهم أن نمر على هذه الأبواب، فإن المصنف رحمه الله تعالى من أهل العلم الراسخين في علم العقيدة والفقه والحديث وتخريجه وغير ذلك، ولا شك أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فما دام أن هذا الكتاب وصلنا بهذا العلم الغزير الذي فيه فننتفع منه بما فيه. رحم الله المصنف رحمة واسعة وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وحديثين، لعلنا نتطرق إلى الآيتين ثم نتطرق إلى الحديثين في الدرس القادم. فقال المصنف: باب ذكر مرض القلب وموته وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآية الأولى في سورة البقرة، والمصنف قال: باب ذكر مرض القلب وموته، دليل على أن القلب قد يكون ميتا وقد يكون مريضا. الإخوة اللي في الخلف يصلون، لعلهم ظنوا أننا انتهينا من صلاة العشاء، ونحن لم نقم صلاة العشاء إلى الآن، لم نصليها، فبإمكانكم أن تنوونها نافلة ثم تصلون معنا الفريضة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية في ذكر القلب المريض، والله تبارك وتعالى ذكر في أول سورة البقرة 3 أنواع للقلب: القلب الحي، ثم القلب المريض، ثم القلب الميت. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أصحاب القلوب إيش؟ الحية السليمة. نعم. ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء أصحاب القلوب الميتة، أحسنتم، وهم الكفار. ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى أصحاب القلوب المريضة فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلب يكون حيا ثم قد يصاب بالمرض ثم قد يموت، والمرض هو النفاق
والموت هو الكفر والعياذ بالله. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى خطورة مرض القلب بذكر آية تختص بالمنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه الآية جاءت في سورة الأحزاب، وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه في غزوة الأحزاب، فأرسل ريحا على الكفار أكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وأعمت أبصارهم، فنصر الله نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والله تبارك وتعالى قال قبل ذلك في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هؤلاء أصحاب القلوب الحية يبتليهم الله تبارك وتعالى، لكن هناك مرجفون في المدينة، مرجفون في مدينة الرسول أرجفوا في مثل هذا الموقف، واليوم يرجفون المنافقون في مواقف أخرى، مواقف أخرى يزعمون أن الله لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله. قال أحدهم يزعم هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يزعم هذا الرجل أننا سنفتح فارس والروم وإن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بحرس معه. يكذبون الرسول والله المستعان. ولذلك قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، هؤلاء المرجفون استأذنوه ليكونوا في المدينة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، إلى آخر هذه الآيات. ثم بيّن الله أنه نصر نبيه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم بعد ذلك ذكر حال المرجفين أنهم لا يكتفون بهذا الكذب فقط بل يرجفون بنشر هذه الأخبار، وبين أن أصحاب القلوب المريضة لا يرضون ولا يقفون حتى يؤثرون على غيرهم، فبين بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ليسلط الله تبارك وتعالى نبيه عليهم ثم يخرجون من المدينة ملعونين مطرودين من رحمة الله ومن المدينة، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا جزاء وفاقا، جزاء لهم بمثل صنيعهم، كما أنهم يريدون الإرجاف أينما ثقفوا يسلط الله عليهم من يذلهم ويؤذيهم ويقتلهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.